مساء الخير. حالة ترقب لما ستكون عليه المرحلة المقبلة الفاصلة عن شهر تشرين الأول المقبل، ففي انتظار العودة الرابعة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، ومع انطلاق الموفد القطري أبو فهد جاسم الثاني في سلسلة لقاءات بعيدة من الأضواء تمهيدا لوصول الموفد القطري وبالشكل العلني الوزير محمد عبد العزيز الخليفي، بدا واضحا حجم التباين الحاصل بين أعضاء الخماسية وتحديدا بين باريس وواشنطن، وهو الأمر الذي تحدث عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بقوله في حديث صحفي: كنا ننتظر بيان الخماسية فإذا بالدول تختلف فيما بينها على شوي لازم نصلحهم. الرئيس بري تناول حجم الاعتراض المسيحي على مبادرته، فالقوات اللبنانية ترفضها، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يعمل على طريقة اللي ما بده يزوج بنته بغلي مهره، قال بري. أما باسيل فسارع إلى القول: نكرر أننا مع حوار جدي ينجح، ومن لا يريد الحوار هو من يرفض تأمين ظروف النجاح له. أمنيا استأثر الاعتداء على السفارة الأمريكية في عوكر بالاهتمام، ففيما تتابع الأجهزة الأمنية تحقيقاتها سجل لقاء في السراي الحكومي بين رئيس الحكومة والسفيرة الأمريكية فور عودة ميقات من نيويورك، حيث جدد إدانة الاعتداء على السفارة الأمريكية لتؤكد شيء بدورها عدم الشعور بالخوف إثر هذه الحادثة، لأن الإجراءات الأمنية الأمريكية متينة جدا. إذن رئيس الحكومة شدد على أن الاعتداء على السفارة الأمريكية اعتداء على سيادة لبنان وأمنه. عودته من نيويورك مختتما مشاركة لبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي السفيرة الأمريكية دوروثي شي، حيث جدد إدانة الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في لبنان، قائلا إن الأجهزة الأمنية تكثف تحقيقاتها لكشف ملابسات الاعتداء والضالعين فيه. وأضاف ميقاتي: نعبر عن رفضنا المطلق للتعرض للبعثات الدبلوماسية، ونعتبر الاعتداء على السفارة الأمريكية اعتداء على سيادة لبنان وأمنه. وقالت شي من السراي: اسمحوا لي أن أعبر عن تقديري لرسائل الدعم التي صدرت عن المسؤولين السياسيين في البلد بمن فيهم دولة الرئيس، كما عن مختلف الفئات والأحزاب السياسية والشركاء الأمنيين الآخرين. هذا الدعم يعني لنا الكثير كسفارة أمريكية. نحن ندرك تماما أن السلطات تحقق في حادثة إطلاق رجل مسلح النار باتجاه السفارة، ونحن نقدر الالتزام الذي عبر عنه شركاء شركاؤنا الأمنيون والمسؤولون السياسيون في هذا البلد بأنهم لن يألوا جهدا لجهة التحقيق في هذه الحادثة وملاحقة المرتكب ومحاسبته. نحن في السفارة الأمريكية لا نشعر بالخوف إثر هذه الحادثة، فإن إجراءاتنا الأمنية متينة جدا وعلاقتنا صلبة، ونحن نتابع عملنا في السفارة كالمعتاد. وبهذه الروحية نفسها تبادلت الآراء مع دولة وتطرقنا للاجتماعات التي عقدها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بما فيها تلك التي جمعته مع مسؤولين أمريكيين كما خلال الجمعية العامة، كما تطرقنا للأفق السياسي المسدود والوضع الاقتصادي في لبنان. السفيرة الأمريكية رأت أن الوضع دقيق ويجب معاودة سير العمل في الإدارات لتطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها. افتتح قائد الجيش العماد جوزيف عون شبكة طرقات في جرود منطقة الهرمل، وزار عددا من المراكز العسكرية بحضور محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وعدد من فعاليات المنطقة، والتقى بالعسكريين ونوه بإرادتهم وإيمانهم وعزيمتهم واحترافهم في أداء المهمة رغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن الطقس وطبيعة الأرض، واعتبر أن أمن الوطن يعود في جزء كبير منه إلى أمن الحدود. رفقاتكم بدي أقول لكم لعيلكم مهمتكم هون مقدسة وأساسية، وجودكم أساسي وضروري،
رفيقكم اللي منتشر بالداخل انتم حاملوا ظهره، لو ما انتم موجودين هو مش قادر يشتغل وينفذ مهمته. الوضع تغير هلا، فينا نقول بنسبه كبيره، بفضل وجودكم وتضحياتكم هون. بعرف شو عم بتعانوا، بعرف تحديات، طبيعه ارض قاسية، حدود معقده، ولكن وجودكم انتم ضروري، وجودكم انتم اساسي، ارادتكم الصلبه وايمانكم بهالبلد والمهمة اللي عم بتنفذوها هو اللي بيلغي كل الصعوبات. الجيوش تبنى لحمايه الارض والعرض. اذا هلا نحن بدنا نوقف ونحمي اهلنا، امتى بدنا نوقف؟ التحديات كبيره بعرف، ولكن عندكم اراده اقوى من التحديات. وضع الاقتصادي صعب، مثل ما كنت اقول قبل، مرحله وبتمرق، مرقنا كثير بمطبات نحن، ورجع البلد واقف على عشره، رح يرجع يكتب بالتاريخ انه انتم انقذتوا لبنان. لو موجودكم هون، لو ما تضحياتكم، لو ما تعبكم، ما في لبنان. هيدا اول مشوار لإلي على الهرمي، الطريق اللي عملناها توصل لبعض المراكز عنا، ولكن هيدي الطريق هي لإلكم انتم بتستفيدوا منها، تزرعوا ارضكم تستثمروها. هيدي الطرقات نفذت بمساعدات ماليه من الدوله الامريكيه ومن محبين من الشعب اللبناني. هيدي المساعدات يلي البعض للاسف بيعتبرها ذل. بدي اقول له لهالبعض، هيدي المساعدات هي اللي وقفت الجيش على اسرائيل، ولما هاي المساعدات ما بقي الجيش واقف، وبالتالي ما في وطن. لفت رئيس مجلس النواب نبي بري في حديث صحفي إلى حجم الاعتراض المسيحي على مبادرته، وأنه كان معولا في الأساس على القبول المسيحي بها. وقال عن مصير الحوار بعد اجتماع الخماسية: كنا ننتظر بيان الخماسية، فإذا بالدول تختلف فيما بينها وعلى شوي لازم نصالحهم. وفي شأن مبادرته الحوارية أجاب: لا تقدم بعد، مبادرتي رضي بها الجميع، لكن من كنت أريد أن يوافق عليها رفضها، أي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وشفنا الحمولة التي حطها باسيل في خطابه الأخير، واللي ما بده يزوج بنته بغلي مهرة. وعما يتردد عن وجود مبادرة قطرية، قال بري: صحيح هناك مبادرة قطرية، والمفاد القطري وصل إلى لبنان، ولكن لم يحصل أي تواصل معي بعد. أما عن مصير الرئاسة والحوار في ظل هذه الأجواء، فاختصر رئيس بري الجواب بالقول: يبدو الكنيسة القريبة ما بتشفي. استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في مكتبه في المجلس السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، حيث دار نقاش حول موضوع الاستحقاق الرئاسي ومهمة جون إيف لودريان والمرحلة التي وصلت إليها، كما تم عرض أفكار عدة من شأنها تسهيل المساعي الفرنسية بغية إنجاح هذه المهمة والتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية. كتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر منصة إكس: ما فهمت كيف الحرص على الحوار لانتخاب رئيس هو رفض للحوار. كل شغلة لها شروطة وظروفة حتى تنجح. إذا قلنا أن الحوار لا يجب أن يأخذ شكلا تقليديا وطاولة مستديرة فقط، بل نخلق ظروف للبحث الثنائي والثلاثي والمتعدد الأطراف والجماعي لكي يكون هناك فرصة حقيقية للإنقاذ، وليس كلاما نمطيا على طاولة واحدة لن تقرر اسم الرئيس. فهل قول الحقيقة والواقع يعني رفض للحوار أو تحصين له؟ نحن قلنا ونكرر أننا مع حوار جدي ينجح. من لا يريد الحوار هو من يرفض تأمين ظروف النجاح له. عقد مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط في كليمونسو، وجرى استعراض الأجواء المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي، حيث استغرب المجتمعون إصرار البعض على اعتبار الحوار مضيعة للوقت، فيما الوقت يضيع على اللبنانيين منذ قرابة العام على الشغور الرئاسي، فيما لا خيارات أخرى متاحة. النشرة مستمرة بعد الفاصل. أهلا بكم. بلدية الغبيري أحيت الذكرى 41 لمجزرة صبرة وشتيلة. تقرير تمجيد إبيسي. شهيد
تحت عنوان كي لا ننسى أحيت بلدية الغبيري الذكرى 41 لشهداء مجزرة صبرة وشتيلة، في حضور نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي جدد التأكيد على حق عودة الفلسطينيين لأراضيهم رافضا الحلول السياسية وأن الحل يكمن بالمقاومة. كل محطة سياسية كانت مقدمة لمحطة سياسية أخرى ولمزيد من احتلال الأراضي. وهنا نعلم بوضوح التطبيع خيانة من أي جهة كانت، عربية أو دولية أو إسلامية، لأن التطبيع يمنح إسرائيل شهادة حسن سلوك على إجرامها. سيبقى السلاح بأيدينا وبأيدي الفلسطينيين، بل أكثر من هذا، سنزيد من قوتنا وإمكاناتنا وتسليحنا من أجل أن نكون حاضرين في المواجهة، في مواجهة إسرائيل. السلاح وحده هو الذي يحرر الأرض وسيبقى بأيدينا. من يقول أن الفلسطينيين أو اللبنانيين أو غيرهم يقاتلون تطبيقاً للمشروع الإيراني واهمون. بدوره أعلن رئيس بلدية الغبيري مان الخليل عن الحاجة إلى مبلغ $1.5 مليون لشراء العقار الذي ستشيد عليه مدافن الشهداء. أعلن اليوم البدء بجمع التبرعات من خلال جمعية 1982 صبرة وشاتيلة، والتي تأسست لهذا الغرض ونالت العلم والخبر من وزارة الداخلية، ولدينا خطة لجمع التبرعات ولو بقيمة 1000 ليرة لبنانية من طلاب المدارس ومن المارة على الطرقات والمساجد ومن كل شخص مؤمن بالقضية. في الختام انطلقت مسيرة من قاعة الرسالات مكان أحياء الذكرى باتجاه مخيم صبرة وشتيلة، حيث تم وضع أكاليل من الزهر على أضرحة الشهداء. هي مصدرة دقت ناقوس الإنسانية بخطرها بعد انتهاك أدى إلى هلاك الآلاف الذين لم يتملكوا حتى قبورهم. تمجيد عبيسة، تلفزيون لبنان. حوادث الاعتداءات الجنسية على الأطفال تزايدت في الآونة الأخيرة، في انتهاك فاضح لبراءة الأطفال وحقوقهم التي أقرتها الشرائع الدينية والدنيوية. منى العلي. الأطفال هم رجال ونساء الغد، ويقتضي الواجب إعدادهم ليواجهوا مصاعب الحياة بكل جرأة، مزودين بسلاح العلم والمعرفة، وليس الاعتداء عليهم جنسيا من قبل وحوش بشرية كما يحصل في الفترة الأخيرة، حيث أننا نشهد العديد من حوادث الاعتداءات الجنسية على فتيات لازلنا بعمر الورود، ولا حول لهن ولا قوة، وليس لهن أي ذنب سوى أنهن التقين بذئاب بشرية. المادة 503 و504 تتحدث العقوب الأشد لحد 7 سنوات لغلاظة الجرم. طلبت الرئيس نصار عندما أصدرت قرارها الضمني، طلبت إنزال عقوبة الإعدام بكل هؤلاء، وحسنا فعلت، وأنه نص القانون لا يجيز لها، يعني هذا بده نقاش قانوني طويل عريض، بس طلبت الإعدام ونحن نؤيد كقانونيين هذا الأمر. قديش في أمل أنه يتم تعديل القانون حتى توصل العقوبة للإعدام؟ ما بعرف، هلا هو يعني الاعتداء اللي صار مع علين طالب تحديدا ومع غيره عم يصير، هو الاعتداء جنسي على قاصر ما دون 18 سنة. الاعتداء بحد ذاته هو الذي أدى إلى القتل، فتطبيق عقوبة الإعدام هذا بده نقاش طويل عريض، لأنه القتل بيكون قصدي أو عمدي، أنه بيصدر أحكام بالإعدام وتخفف إلى المؤبد، ما بتطبق عقوبة الإعدام في لبنان. طبعا يعني لا تزال العقوبات هي دون يعني الحد المطلوب لتكون عقوبة رادعة بالفعل، ما زال نحن نعمل بقانون عقوبات قديم لم يعدل حتى الآن، لذلك أنا برأيي العقوبات ما زالت دون الحد المطلوب اللي هي لازم تكون عقوبة رادعة للمرتكبين أو للمجرمين. مشان هيك اليوم نحن عم نشوف تفشي هذه الجريمة بشكل كتير كبير على الأراضي اللبنانية بغياب الرادع القانوني الحقيقي. أنا برأيي الإعلام هو عم يلعب دور مؤثر في أول التوعية الاجتماعية، مسألة تاني بعمل ضغط على تشديد العقوبة على المرتكبين،
وفي جرائم مثل لين طالب وغير لين طالب، لو لم يكن هناك متابعة إعلامية، لو لم يكن هناك متابعة إعلامية حقيقية، أنا برأيي ما كان القضاء أو الأجهزة الأمنية وضعوا إيدن على هذه الجرائم. لازم نربي أطفالنا وننشئ أطفالنا على مبدأ المشاركة، على مبدأ النقاش، على مبدأ الحوار. يعني لازم نتشارك معهم يومياتهم، لازم نحسسهم قدين احنا بنهتم بيومياتهم، قدين احنا بنهتم بشو صار معهم، قدين احنا بنعمل تقييم معين ليومياتهم. حتى بس يجي من الحضانة او بس يجي من الروضة فينا نسأله شو صار معك اليوم، صار شيء مزعج، صار شيء حلو، بدك تتشارك معي هيدي الأخبار، ونعمل مثل نوع مثل تقييم لهيدي الأمور ليعرف قدي هو مهم، قدي يومياته مهمة. مشكلة الاعتداءات الجنسية على الأطفال تتزايد، وهي في عهدة القضاء المطالب بفرض أقصى العقوبات بحق المعتدين. دوري نجم، حسين برو، منى العلي، تلفزيون لبنان. وزير البيئة يعلن عن الخطوات التنفيذية لتحصيل مستحقات قطاع المقالع والكسرات لصالح الخزينة، ويؤكد لتلفزيون لبنان وضعنا خطة طوارئ لمواجهة الحرائق. ماريا بياتانوس. عقد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلين اسكندر ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران اجتماعا في فندق جوفينور روتانا في بيروت، تم في خلاله الإعلان عن الخطوات التنفيذية التي وضعتها وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة القضايا لتحصيل مستحقات قطاع المقالع والكسرات للخزينة. الوزير ياسين تحدث لتلفزيون لبنان عن المستحقات، وفي جانب آخر عن خطة وزارة البيئة للسيطرة على الحرائق. اليوم مع هيئة القضايا عم نختتم سلسلة من الورش العمل اللي هي على حول المسارات القانونية اللي لازم ناخدها كوزارة البيئة وكأيضا كهيئة قضايا، وكمان اليوم عم يشارك معنا ديوان المحاسبة الرئيس محمد بدران والوزارات المعنية وقيادة الجيش لنقدر نمشي فعلا بالخطوات الحقيقية للبدء بعملية التحصيل. ما بتقدر عملية التحصيل يصير فقط بالتقارير والشعارات، لازم نحط خطوات قانونية مفصلة لأوامر التحصيل التي تقوم بها وزارة البيئة، خاصة فيما يتعلق ببنود التدهور البيئي وإعادة التأهيل. ستذهب هذه إلى حساب خاص، إذا صار في امتناع عن التسديد وما صار في أي اعتراض عليها سنذهب مع هيئة القضايا لعملية التنفيذ الجبري، يعني رح يصير في حجز على الأموال المنقولة وغير منقولة لأصحاب هذه المقالع ومستثمريها. أطلقنا بشهر 6 استراتيجية محدثة للوقاية من حرائق الغابات، هذه استراتيجية نجحت وتنجح بتخفيض المساحات المحروقة، ولكن أكيد نحن في عز الموسم الآن، هذا الموسم بالخريف بيزيد من ناحية درجة انخفاض الرطوبة، الرياح، بعض الأحيان بيصير في حرق أعشاب، بعض المزارعين بيحرقوها، بيصير تمدد بشكل سريع إذا صار في رياح. نحن حاطين خطة عم نشتغلها على المستوى المحلي بالتعاون مع الدفاع المدني وكل الوزارات، بتبلش بموضوع الوقاية والحد من المخاطر، تنتقل للإنذار المبكر والرصد إن كان على مستوى المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقارير والخرائط بيطلعها أو على مستوى المحلي من ناحية مجموعات مناطقية، بعدين بنروح للتدخل السريع عبر الدفاع المدني وفرق المستجيب الأول، وهذه عم تكون جدا مجدية لأنه عم تدخل على الحرائق بشكل سريع، ولاحقا نروح على الجيش والدفاع المدني عنده يتطور الحريق كما يحصل في هذه الفترة. القاضية هيلين اسكندر لفتت إلى أنه كان لابد من وضع استراتيجية علمية لإصلاح ما تشوه ومعاقبة وتغريم المستثمرين. اليوم بدأنا بتنفيذ خطوة 1000 ميل في تحصيل حقوق الدولة اللبنانية عن الأضرار التي أصابتها من جراء المخالفات الحاصلة عند استثمار المقالع والكسارات على أراضيها. وتنص مسودة تحصيل المستحقات على تولي وزارة المالية أوامر القبض بالنسبة للمستحقات التنظيمية والنقدية، وتولي وزارة البيئة أوامر التحصيل للمستحقات المتعلقة بالضرر البيئي والتأهيل البيئي. رئيس مجلس النواب نبي بري التقى رئيس هيئة الشراء العام دكتور جان علي، الذي وضع الرئيس بري بأجواء أعمال الهيئة وببرامجها. وفي عين التيني الرئيس بري التقى رئيس المجلس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد البخاري في مقر إقامته في اليرزي على مأدبة إفطار القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وكان لقاء مناسبة جرى في خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها واستعراض مجمل المستجدات والتطورات الراهنة. اللواء عباس إبراهيم أكد التنسيق والتعاون الدائم بين الشعبين الأمريكي واللبناني. اللواء عباس إبراهيم التقى محافظ مقاطعة توين في ولاية ميشيغان الأمريكية وين إيفنز ونائبه الأمريكي من أصل لبناني ابن مدينة بنت جبيل أسعد طرفة، وقد تم عرض للمستجدات الإقليمية والدولية والعلاقات المشتركة التي تربط الشعبين اللبناني والأمريكي. المحافظ أكد توطيد العلاقة بين الولايات المتحدة ولبنان، مشيرا إلى أنه يثق بالشعب اللبناني بأنه سيجتاز الأزمة الاقتصادية. الزيارة اليوم شخصية وغير غايتها توطيد العلاقة بين الولايات المتحدة ولبنان، ورحلة ممتعة التقيت خلالها بأشخاص كثر وتعلمت الكثير منهم، وعلى رأسهم اللواء إبراهيم الذي عزز هذه العلاقات ووطدها حتى ساهم في مساعدة بعض المواطنين الأمريكيين وعمل على إطلاق سراحهم في بعض مناطق النزاع في سوريا وإيران. كلني ثقة بالشعب اللبناني أنه سيجتاز الأزمة الاقتصادية والوضع الصعب، وما يزيد يقيني أني أعرف المغتربين اللبنانيين في أمريكا وهم أشخاص جيدون. بدوره رحب اللواء إبراهيم بالوفد وأثنى على المبادرة اللبنانية الأمريكية التي دعته إلى لبنان. والكون الوفد أو صاحب أصحاب الدعوة هن لبنانيين أمريكان، فهذا أكبر دليل على أنه هذا التعاون والتنسيق قائم ما بين الشعب الأمريكي والأصبح اللبنانيين جزء منه، جزء لا يتجزأ منه، هن يفتخرون بهذا الانتماء ونحن على تواصل دائم معهم ومع باقي الأمريكان اللي ينحدرون أو يتحدرون من جنسيات أخرى. هذا التنسيق قائم وسيستمر. الحرب الأذربيجانية في ناغورني كاراباخ انتهت بوقف مشروط لإطلاق النار. الحرب الأذرية في إقليم ناغورني كاراباخ انتهت بتسليم المقاتلين الأرمن بشروط باكو في غضون 24 ساعة من انطلاقها. وأشار مستشار رئاسي أن أذربيجان تعتزم إصدار عفو عن المقاتلين الأرمن في قاراباخ الذين يتخلون عن أسلحتهم، رغم أن بعض الوحدات العسكرية هناك أكدت أنها ستواصل المقاومة، وذلك بعد سيطرة قوات أذربيجان على المنطقة هذا الأسبوع بعد عملية عسكرية خاطفة لأذربيجان استمرت 24 ساعة وقبول الأرمن العرقيين في قاراباخ اتفاق لوقف إطلاق النار يوم الأربعاء، مما أثار دعوات لاستقالة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان. في المقابل تعهد رئيس أذربيجان إلهام عليف بضمان حقوق سكان قاراباخ، لكنه قال إنه بفضل قبضته الحديدية باتت فكرة إقامة منطقة قاراباخ العرقية الأرمنية جزءا من الماضي، وأضاف سنحول قاراباخ إلى فردوس في أذربيجان. هذا ولا يزال الألاف من أرمن قاراباخ محتشدين في المطار المحلي حيث تتمركز بعض قوات حفظ السلام الروسية. في يريفان وقعت مواجهات في العاصمة الأرمينية بين قوات الشرطة ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيس الحكومة نيكول باشينيان، كما تظاهر محتجون أمام السفارة الروسية، فيما أطلقت الشرطة الأرمينية قنابل دخانية لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مقر الحكومة. إلى ذلك انتهت أمس الجولة الأولى من جلسات مناقشة القضايا التي أثارها الجانب الأذربيجاني بشأن إعادة الدمج وضمان حقوق وأمن أرمن ناغورني كاراباخ في اجتماع بين ممثلي السكان الأرمن المحليين والسلطات المركزية لجمهورية أذربيجان. استعرضت إيران اليوم معداتها العسكرية في ذكرى الحرب مع العراق، منها الطائرة المسيرة الأطول مدى في العالم وصواريخ باليستية وفي
فرط صوتية، وذكرت تقارير أن الطائرة المسيرة تم الكشف عنها في العرض الذي تم بثه على الهواء مباشرة، وأن الطائرات المسيرة التي ظهرت خلال فعالية تحمل أسماء مهاجر وشاهد وآرش. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال العرض العسكري الذي أقيم في طهران أن قواتنا تضمن الأمن في المنطقة والخليج. بعد زيارة الولايات المتحدة، زيلينسكي في كندا، ووزارة الدفاع الروسية أعلنت تدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين قرب سواحل شبه جزيرة القرم. واصل الرئيس الأوكراني جولته في أمريكا الشمالية بزيارة لكندا التي تضم جالية كبيرة من الأوكرانيين، بينما تحدث مسؤول كندي عن صفقة أسلحة مرتقبة لدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي. وفي وقت متأخر مساء الخميس وصل زيلينسكي إلى العاصمة أوتاوا قادما من الولايات المتحدة، وكان في استقباله رئيس الوزراء الكندي الذي أكد له دعم كندا الثابت في نزاعه مع روسيا بحسب وكالة فرانس بريس. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين قرب سواحل شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار في جنوب روسيا. وكشفت في بيان أنه تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية، وأوضحت أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت الطائرتين فوق مياه البحر الأسود. من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء أنها بدأت مع روسيا مناورات عسكرية مشتركة مدة 5 أيام. ومن جنوب أوكرانيا، قال حاكم إقليمي أن شخصا واحدا على الأقل قتل في قصف روسي لمدينة خيرسون الجمعة. الصين تحث الدول المعنية على رفع العقوبات المفروضة على سوريا. في أول زيارة له إلى بكين منذ عقدين، التقى الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس الصيني شي جين بينغ بحثا عن مساعدة لإعادة إعمار بلاده وتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء أكثر من عقد من العزلة الدبلوماسية في ظل العقوبات الغربية، وكذلك لتعزيز العلاقات التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط حاجة سوريا الماسة للاستثمار الأجنبي. بينغ أعلن خلال الاجتماع مع الأسد في مدينة خانجو بأن البلدين بصدد الإعلان عن إقامة علاقات شراكة استراتيجية بينهما. وأشار الرئيس الصيني إلى أن سوريا كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات مع الصين الجديدة، كما أنها كانت واحدة من الدول التي طرحت مشروع قرار لاستعادة الصين مقعدها في الأمم المتحدة. وأكد شي استعداد بكين لتطوير التعاون الودي مع دمشق والدفاع معا عن العدالة الدولية. من جانبه، لفت الأسد إلى أن دمشق تتطلع بأمل لدور الصين البناء على الساحة الدولية وترفض كل محاولات إضعاف هذا الدور عبر التدخل في شؤون الصين الداخلية، واصفا زيارته للصين بأنها مهمة بتوقيتها وظروفها، متمنيا أن تؤسس لتعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات بين البلدين. بدورها، ذكرت وسائل إعلام سورية أن سوريا والصين وقعتا 3 اتفاقيات للتعاون تتضمن اتفاقية للتعاون الاستراتيجي. ومن المقرر أن يحضر الأسد حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية غدا ضمن أكثر من 12 من كبار الشخصيات الأجنبية في أحدث محاولة له للعودة إلى المسرح العالمي. ختام النشرة، تصبحون على خير.